السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تشهد السجون في العراق منذ عقدين تعذيبا نفسيا وجسديا للمعتقلين، حيث يتفنن السجانون في إذلالهم وتعنيفهم في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحيا بدوافع طائفية، وسط غياب تام لأبسط قواعد احترام حقوق الإنسان. وقالت صحيفة الأورينت الفرنسية إن السجون في العراق مليئة بالمعتقلين ظلما الذين تعرضوا لكل أنواع التعذيب، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ضد الأبرياء. أيضا أضافت الصحيفة الفرنسية أن معظم المعتقلين الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب تم زجهم بوشاية المخبر السري على أساس طائفي أو شاركوا في تظاهرات ثورة تشرين. طبعا شددت لأورينت على إجراء تحقيقات تكشف عن الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين، ويجب أن تشمل هذه التحقيقات جميع الحالات التي تعرضت للتعذيب بعيدا عن الانتقائية أو الإقصاء أو الاستهداف. في هذا السياق انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي لأحد نزلاء سجن التاجي يشكو من انتشار الحشرات والقوارض داخل زنازين السجن، ما يهدد صحة وسلامة المعتقلين، إضافة لانقطاع المياه لأوقات كثيرة، كما أكد تعرض المعتقلين للابتزاز من قبل مسؤولي السجن. لنشاهد. شهد الوزير العدل باسم الأبوة باسم الأخوة، يا وزير العدل انت اجيت للتاجي وزرت كل السجون، ولما تجي سولك يا خضر وربيع ترى كذب، كل مدرائك تكذب عليك، كل الدائرة بدائرك ترى ما جاي يوصلوا لك الصورة صحيح. احنا اخوتك هنا، احنا ولدك، انظر لنا بنظرة عطف وشوف اللي جاي يصير بينا. هاي حشرات صار لنا يومين مي ماكو، زين وعايشين على المراوح بهالحر هذا. كان عندنا مبردات انشالن انشالن، مبردات انشالن، خلوها القاعات الدفحت والقاعات المدفحت، ماكو، شالت المبردة من عندها. هنا نظام نظام زين كاش ادفع يلا ننفذ لك يا مدير، يجي نقول اي والله الله الله دز وزير العدل، ونفس الشيء ونفس المعاناة، نفس الشيء ونفس المعاناة. ناس مظلومة، ناس انحكمت ظلم، ناس جاي تخلص حكومها مظلومة، وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، بس هذا اللي جاي نخلص يوم نبي. انقذونا ساعدونا، ما يصير يومين ماكو، يجي تقطير يجي ربع ساعة نص ساعة ويروح. احنا المساجين شو نسوي؟ وين الطوج هنا وبيبان مسددة علينا؟ وين نروح؟ جاي ناشدكم، جاي نحاكيكم، جاي بتزونا، جاي ياخذون من عندنا. والله العظيم القاعة جاي تنباع بثمان ملايين وتسع ملايين، اقسم بالله العظيم. زين لولا والمن جاي تروح هاي الاموال، الله يدري، الله اللي يدري. حقق، سوي، انزل انزل يا وزير العدل، تعال التقي بينا، تعال شوف طبل القاعات وشوف المعاناة اللي احنا بيه، افترها كلها. ترى يودوك على الزين والمزين، ضميه ضميه، ترى ناس قاعدين في ظلمة، احنا الله شاهد ورقيب عليك، علينا ميتين. زين مي ماكو، هاي مي ماكو. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. أقرت لجنة النزاهة النيابية أن ملف إطعام السجناء يشوبه الكثير من الفساد. قال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي إن هيئة الحج والعمرة هي المؤسسة المتعاقدة مع وزارة العدل لإطعام السجناء والنزلاء، ورغم ذلك فإن الكثير من الشبهات تحوم حول هذا الملف، ولا سيما أن سعر الوجبة لليوم الواحد هو 11,000 دينار، فيما لا يتجاوز أو لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 5,000 دينار عراقي. كان عضو لجنة المالية مصطفى جبار سند قال في وقت سابق إن ملف إطعام السجناء في العراق يعد واحدا من أخطر بوابات الفساد في البلاد. لنشاهد الآن مقطعا مصورا لسجناء في سجن التاجي يشكون من رداءة الطعام وقلة الكميات الموزعة على النزلاء. لنشاهد. أنا
يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الوزراء، يا رئيس مجلس النواب هاك باوع، رئيس مجلس القضاء الأعلى تعال باوعوا، وزير العدل تقولون السجون العراقية حاليا دا نتابع موضوعها ونصلح وضعها ونحلت مشاكل الغذاء مالتها. هذا الأكل مال 11 نفر باعوا له، هذا مال 11 نفر. يا رئيس الوزراء أستاذ محمد باوع الله تقبل؟ والله ما يصير بالقرآن الكريم تمرضنا تدرون ونتوصل بالدائرة يعني للطوارئ ما حد يطلعنا بالقرآن الكريم وحق هاي النعمة بالقرآن الكريم. وين السجون الإصلاحيات؟ كاتبين عليها سجن إصلاحي، هذا إصلاحي؟ هذا شو إصلاح هذا؟ اسمع محمد الحبوس هذا موت بطيء والله دي يموتونا. هذا حكي هذا يوميا دا الموت ألف موت. الشرفاء الناشد الناس العدالة بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم وهاي النعمة مرضى مرضى كلش خطير بالقرآن الكريم والمشتكى لله. السلام عليكم، هاي سجن التاجي، هاي أرزاق الله يشهد مال 40 نفر معولها، هاي مال 40 نفر، هذا عشاء مال 40 نفر، هاي الحكومة العراقية، هذا وزير العدل النار كله صيح احنا دا نصيح، هذا عشاء مال 40 نفر وهذا مال الأرزاق مال الشوربة. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو فراس يقول: يتحمل وزير العدل ورئيس الوزراء كل العواقب التي تصيب السجناء الأبرياء المظلومين. تعليق من حسين علي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، كافي ظلم، لي وين توصلون بعد؟ سراب تقول: أنتوا عفو، كافي عاد، قاعدين تضحكون على الناس الأبرياء. وتعليق لدينا من محمد علي يقول: سجن بابل في الكفل بدون ماء وبدون طعام والنزلاء عايشين على رحمة الله. مشاهدينا الكرام، هذه بعض التعليقات التي جئناكم بها بشأن ما عرضناه من ملف أو فيما يتعلق بقضية السجون والمعتقلات في العراق. نستمع الآن إلى أحد المتصلين. من معنا؟ السيد أبو علي من كربلاء، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي؟ شو صحتك؟ أهلا يا أبو علي، كل الهلا، تفضل. أنا من مواليد 63. نعم. من الجيش السابق. نعم. عندي موضوعين، موضوع أنا جريح بحرب الخليج، بالحرب الكويتية. نعم. العراقية. انجرحت وعندي إصابة فورية. وأصلية. نعم. راجعت جمعية المحاربين بكربلاء، قال لي والله جيب لي كتاب من وحدتك اللي صوت بيها. قلت له وحدتي اللي صوت بيها نفس الوقت اللي انجرحت بيها دمرت الوحدة. نعم. قال وين شيتي من 2003 لحد الآن؟ قلت له يا بني وحدتي اللي صوت بيها دمرت وتهيكلت وحولونا إلى وحدة أخرى، الوحدة الأخرى ما أعطتنا كتاب. قالوا انت ما تصوب عندنا، مصوب غير وحده، والوحده ليش انتهت دمرت؟ نعم. هيكلت اراجع حسن ما ينطوني، يعني بقى عندي اصابه فوريه وجريح. قلت لهم هاي الاصابه مالتي الموجوده موجوده بجسدي. نعم. الاصابات المذكوره وهاي اصليه وشوفوا تاريخها بال91. ما مو بس انا، واي واي جرحى ما لهم كل شيء، يقول لك ما لهم كل شيء. هاي وحده اثنين، احنا مكلفين، مكلف خدمت 10 سنوات وبالحرب، حرب يعني حرب العراقية الإيرانية. نعم. وحرب الكويت يعني حرب الخليج، يعني حربين أنا مشترك بهم. نعم. 10 سنوات تضاعف الخدمة بالمعارك. أنا عندي خدمة 20 سنة. نعم. يعني ما عندنا تقاعد، أنا أحكي على العامة مو بس عليه. يعني أنت ما عندك راتب تقاعدي؟ لا والله ما كل شيء، منين تقاعد؟ أنا مكلف وتسرحت وانتهى الموضوع. نعم. الجيش السابق، إحنا نحكي على الجيش السابق ككل مو بس علي أنا. يعني خدمنا سنوات اللي 10 واللي 15 واللي 20. انا 63 قبل الخمسينات، 60 59 57 58 اكثر مني خدمه. شنو تفسر يعني شنو ابو علي ليش؟ شنو تفسر هاي الطريقه اللي يتعاملون بها وياكم انتم جرحى الحرب او كل من شارك مع الجيش السابق؟ ما ادري شو يعتبرون ما اعدائهم خصم لهم لانه حاربنا بحرب ايران. ممكن هالشكل تصوره، ولا ليش يعني شنو ذنبنا؟
نعم. كل رفحان طلع رفحان ويانا من نفس الجيش ونهز مورا حول السعودية ومنا طلعوا من هناك وانطوا معكم. المصريين اللي خدموا بالعراق انطوهم، السودان اللي خدم بالعراق انطوهم، أنا خدمت بلدي. نعم. يعني معقولة ما لي كل شيء نطلع هيك شيء، أنا رجال كبير يعني مو هالي 63 عمري 61 سنة. نعم. عندي عائلة بدي أعيشها، بيش أعيشها؟ لا أقدر أشتغل ولا عندي راتب، شلون أعيش هالعائلة ما جاء. الله يكون بعونك يا سيد أبو علي من كربلاء، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة وإطلاعنا على هذه التفاصيل اللي تتعلق بمشكلتك، يعني حالك حال كثير مثل ما تفضلتك وغيرك هواية يعانون من نفس المشكلة، هناك غبن، هناك ظلم يتعرض له المواطن العراقي بشكل عام، إن كان منتسب في القوات الأمنية سابقا، إن كان مواطن مدني خدم الدولة أيضا لكن لم يحصل على حقه، مثل ما اللي يصير الآن بعد 2003 اللي يطلعون على التقاعد رواتب متفاوتة، هناك غبن، هناك ظلم بالتعامل مع المواطن العراقي بشكل عام من قبل الحكومات والأحزاب اللي جت بعد 2003، كان الله بالعون. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الآخر لدينا في هذه الحلقة. أجمعت منظمات دولية ومراكز أبحاث ودراسات على أن العراق أمام معضلة وجودية متمثلة في التصحر والجفاف، وأن افتقار السلطات الحكومية إلى استراتيجية فعالة لمواجهة الجفاف يجعل من التوقعات متشائمة بشأن مستقبل بلاد ما بين النهرين في العقود القادمة، وأكدوا على أن العراق ضحية سياسات حكومية فاشلة على مدار العقدين الماضيين، فضلا عن عدم امتلاكه قدرة دبلوماسية مؤثرة للضغط على دول منابع نهري دجلة والفرات تركيا وإيران. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن العراق من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفا وشتاء، وما يستدعي الحاجة إلى مواجهة تبعات الأزمة. في هذا السياق وجه أهالي ناحية النيل في قضاء المحاويل بمحافظة باب المناشدات عاجلة لإيجاد حل لمشكلة الجفاف، حيث يعانون من هلاك مواشيهم وانتشار الأمراض واضطرارهم لشراء الماء من السيارات الحوضية. دعونا نشاهد. بعد ما ملينا وهاي الحالة تشوفونها في ناحية النيل، والله العظيم والله العظيم هاي أمهاتنا ودول أبهاتنا، وشوفوا جهلاننا، النهران يمسد، شوفوا الحالة جاي نوصلها لكم، والله النهران يمسد، ثقب الله ورسوله، جهلانة صارت فيها جرب، والله العظيم جرب صار فيهم، مي ماكو، مي بريد، حتى القاع جفت، من الله تحفر القاع ما بيها مي، المن الوصل صوتنا بعد، المن الوصل صوتنا، شوفوا جهلاننا والله متنا والله، حتى المعوق بالعربانة ماكو مي يغسل، يا معودين شوفوا ذا شارع، مي ماكو، برينا جفت. جيب بالستوته سيل يوم الستوته عم تجيب بالستوته مره مرتين شي تجيب شروق السبحه الصغار جهلنا ماته والله جهلنا ماته حلالنا ماته وين نولي ما وين نروح وين نروح لا حد جانا لا مسؤول جانا لا وين واحد مر علينا وهاي هالشوفه ما حد جانا ولا حلالنا ماتنا هاي انظلت بس هاد ماي ماكو وحلالنا عمي ما لي شرب بس غسول الريد بس غسول عن مالي شيء هاي جهلانة شنو ذا المهم عمي شنو تريدون انتم شنو تريدون شنكم والله يدور ما يصار بيهم جرب والله والله هاي جهلانة نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر لأحد المواطنين من محافظة البصرة الذي رصد جفاف أحد الأنهار الفرعية بشكل كامل منذ شهرين لنشاهد السلام عليكم هذا طبر الشهرية أو نهر الشهرية أكشوف يمشي بي مشي صار أكثر من شهرين ماكو ماي تروح الفدر اللي بديرية ما شاء الله الغازي أبو جدوع لمن السواليف لمن تحكي يعني واحد ما عنده نخلات شجرات هسه افتهمنا زراعة شلب ماكو بس للتالي ما حد يطي ماي لمن نروح المنسولي. مستمرون معكم مشاهدينا ضمن نفس الموضوع. أهالي منطقة شلال في قضاء المشخاب بمحافظة النجف اشتكوا من حالة الجفاف المرعبة التي أصابت المنطقة والتي تسببت بموت حيواناتهم وخسائر مادية كبيرة في الزراعة
جراء هذا الجفاف. دعونا نستمع. زين وين نمشي ما ادري. المن يا مسؤول هسات تقول له وتقول له تعال شوف معاناتنا. اي بكم خير وتدللوا وان شاء الله جاي الخير. وين الخير ما ادري. هذا الخير هات تشوفونه. الله وكيلكم معاناتنا هي من زمان مو هسه. هاي صار لنا تقريبا حوالي سنتين. واكثر شيء هاي السنه. سنت. اي خاصه هاي السنه احنا قاعد العالم من عندها معاناه ما صايره. والله لو اكو هجره هاجرنا. بس وين تمشي؟ لا عندك امكانيه وتمشي. هاي معاناه انت تشوف. بعد المن نسال والمن نقول ما علي. الله يساعدك. أيوة. الله يكفل ابوكم. احنا نريد بس والله واهل البيت يعني تسوي لنا شاره. تسوي لنا مضخات وتجيب لنا ماي. والله هسات ونمشي هاي استاذ وراوي عنده حديقه هناك. اول شيء عنده هاي البانيه انتهت. نخلات انتهن، عنده برتقالات انتهن. بطلنا هسه احنا نريد الدور للحيوانات، عفنا كل شيء. زين هسه احنا قبل ننقل بالستوته نجيب للحيوانات. نجيب لهن ميه. زين هسه هاي بس احسنت. والله ما ادري بعد. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو علي يقول: جريمة كبيرة تصيب أهلنا أهل النيل. أكثر العوائل تهاجر بسبب قحط وجفاف أشجار بساتين وحيوانات. المفروض بالشهر مرة توصلهم المياه. حسبنا الله ونعم الوكيل على المسبب. أم علاوي تقول: كنا قبل نسمع إذا واحد فقر ينشف الشط، هسه هاي الحكومة من صدق نشفت أو نشفت كل شيء مو بس الشط. عدنان يقول: الجفاف الحاصل في العراق عملية ممنهجة ومفتعلة. علي يقول: حكومة فاشلة، يعني ما تقدر تتفق على حصتنا من المياه. مشاهدينا نستمع إلى رأي السيد أبو قصي من كركوك. أبو قصي حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: احنا اغلطنا يعني تريد السمح من الحكومة العراقية. نريد العفو العام. حضرتك سجين؟ سجين من الشمال يعني. نعم. بس يعني محكوم بالعراق يعني من الكركوكاني. نعم. يعني نريد العفو العام، نريد نشوف العالم. احنا نتنزل والله العين نسوانا نتنزل. نعم. وعود الحكومه يوميا باكر خابر عليه. خابر انا شخصيا خابرت الشيخ العطان شخصيا خابرت النائب. زين استوربت وياه وقلت له يا ابن نريد العفو. قال ان شاء الله قبل العيد. اجى عيد 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 الصغير وما خابرنا عيد الكبير وما وعود ريد عود نريد كلام من الحكومه العراقيه. زين ريد السوداني رئيس السودان يعني عشان تنخبين فنخبوا موته. والله العظيم بأمن يعني والله العظيم يأكل اسواننا يعني والله العدل جاءنا. نريد يعني نريد من الله من عليكم من الحكومة. أبو قصي شنو وضعكم؟ أبو قصي اشرح لي أو احكي لي عن وضعكم الآن بالسنة. والله أستاذ متبهدني. الحانوت غالي، الموبايلات يعني يبيعون لنا إياها بسعر يعني أستاذ يخاف من موبايل طفل صغير السعر مليون. نشتري بمليون ورا اسبوعين طب العين ياخذوا الموبايل من عندنا. يعني دائره يا اخي الحانوت غالي. الحانوت يعني المخبر كله على كلافه يعني قد مره حانوت يعني متبهدلين. الجو حار يعني قاعه يعني كبيره بس يا اخي حاره يعني الصبايا تعبانه. نعم. الاكل تعبان يعني ترى الان دخل بالحكي ترى اشوف الحكي والفول الاكل فول على صفر. يعني ما عنده يعني والله العظيم جاي اقول لك يعني كان واحد من العالم ما عندي يعني ثانيه ما عندي وانا صرت سبحان الله سويت غلطه غلط يعني الحكومه بس تريد من الحكومه العراقيه زين السوداني مثل الدخبي برلمان اي واحد شريك بالحكومه انه القاضي زيدان اريد اول من الحكومه العراقيه يعني شوفنا ترى والله تبهدلنا عوائلنا تبهدلت نسواننا تبهدلت زين يعني فد مره يعني الدوين استاذ يعني الحانوت زين والله العظيم تأذينا. شنو تتعرضون الى مضايقات من السجانين؟ ابتزاز، اهانه، تعذيب؟ إيه نعم لا التعذيب لا ما اعرف تعذيب لا
طيب شنو شنو انواع المضايقات اللي او شنو انواع التصرفات السيئه اللي يتعاملون بها وياكم اللي ساجنيكم السجانين اللي يعتقلوكم او اللي قائمين على السجن؟ يعني شوف انا قائمين مو قائمين، انا على احد السجون، انا على كركوك مكافحه كركوك. نعم. انا يعني لزمت من قضيه واحده، انا قضيه واحده لزمت عليها من التعذيب اعتمدت على 5 قضايا وانا لسه محكوم 7 سنين. نعم. زين؟ يعني من دعوه واحده 4 دعاوى كبروا براس والله العظيم وانا بدري هاي التهمه. زين؟ سبب التعذيب. والقاضي ترى شوف انا لسه ما دافع للقضاء، بس القضاء من القاضي؟ القاضي تجي الدعوه كان من التعذيب وعندي لسه وبعد عندي اثار تعذيب وقدمت لجن وكل شيء ما فاز. ما في ابد ما فاز يعني انا والله العظيم واحد كركوك وعقيد محمد فرحان شخصيا انا اقيم دعوه شخصيا قضائيا زين؟ نعم. يعني من التعذيب تعذبني والله العظيم من دعوه واحده 5 دعاوى تركبوا ثاني براسي. نعم. ابو قصي الله يكون بعونكم، اني طبعا اشكرك للمشاركه وان شاء الله صوتك ورسالتك هاي توصل، وهذه الشكوى وهذا النداء الاستغاثه حقيقه اللي جاءنا من احد السجون او المعتقلات في العراق. استمعتم الى هاي الاصوات، ويا طالما حقيقه نعرض لحضراتكم او يشاركون ويانا معتقلين او سجناء داخل السجون بسبب طبعا الفساد، وبسبب يعني طبعا هذا الموضوع انه يحصل السجين على التليفون ويتصل، هذا تاكيد على الابتزاز اللي يتعرض له السجين، على فعلا بيع الاجهزه النقاله، بيع الطعام، على الغلاء، على الانتهاكات الموجوده داخل السجون. المهم هذا صوت من اصوات كثيره تعاني داخل السجون والمعتقلات، ويا مكثر الوعود بالعفو العام لكن ماكو تنفيذ ولا تطبيق، ويا مكثر من يستغلون هذه القضية أو هذا الملف من السياسيين المحسوبين على محافظات معينة، يعني بحجة أنه الانتخابات أو حتى يستميلون ناس معينة تصوت لهم، أنه راح نساهم بإقرار قانون العفو العام وتطبيقه، لكن كلها وعود لمجرد غايات معينة تمضي الغاية، وبالتالي بعد خلص ماكو أي حاجة لتفعيل هذا الملف مرة أخرى. انتظروهم بالانتخابات الجاية حيجوكم بنفس الوعود. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع، ننتقل إلى موضوع آخر في هذه الحلقة. كشفت وزارة الزراعة أن العراق بحاجة إلى نحو 14 مليار شجرة للقضاء على التصحر، وبحاجة إلى برنامج وطني للتشجير. وبحسب وزير الزراعة الحالي محمد كريم الخفاجي، فإن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تبلغ نحو 18 مليون دونم فقط من أصل 32 مليون دونم، بعد أن كانت تستغل كلها قبل عام 2003. في هذا الصدد أقدم مجهولون على قطع الأشجار المطلة على شط العرب في ناحية السيبة بمحافظة البصرة. دعونا نشاهد. شريط اللي على شط العرب شريط أشجار اللي هي عبارة عن طرفة وصفصاف وبرهامة، هاي البقايا القديمة من هذا الشريط الزراعي اللي على شط العرب. هذه ملاذ للناس، سفرات تجي العالم تتونس بيها تقعد بيها شوي خصوصية، وأشجار وبيها في، والناس ما أخذ راحتها بيها. الجريمة الجاي يصير، المؤلم الجاي يصير، جاي نجي نلقى أشجار مقطوعة بمناشير من هاي البنزين، وتجي سيارات هاي البيكاب الكبيرة الداينة تقطع الأشجار بصوت عالي يعني وبدون خوف، وتحملها وتبيعها لأهل يشون سمك، الناس يشون سمك يبيعوا لهم. تخيل أشجار عمرها 30 سنة 40 سنة. الكرام سنعود بعد قليل لإكمال هذا الموضوع، لكن الآن دعونا نستمع إلى رأي السيدة أو إلى صوت السيدة أبو محمد من البصرة، هو أحد السجناء أيضا. تفضل يا أبو محمد حياك الله. أبو محمد من البصرة أحد السجناء أعتقد من سجن التاجي.
فقدنا الاتصال للأسف مع السيد أبو محمد من البصرة. نكمل مشاهدينا الكرام لدينا من مقاطع في هذا الموضوع. تتواصل عمليات قطع الأشجار من قبل بلدية البصرة بالرغم من انتقادات الناشطين والمختصين لهذا الأمر. دعونا نشاهد. زارت بلدية البصرة تقزيم الأشجار شارع الريان سنتر. قزم وقزم الأشجار بعد. من خابرهم من حاجيهم وقول لا ما جاي نقزم الأشجار. شارع الريان سنتر. وهذا سما سيتي. حتى لا يقولوا مو البصرة. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا. انتقد ناشط ظاهرة قطع الأشجار المتزايدة في الفترة الأخيرة محملا الحكومة مسؤولية الحفاظ على هذه الأشجار وحث المواطنين على التشجير في ظل أزمة التغيرات المناخية. لنشاهد. الدولة العراقية هي أول مسؤولة تجاه تشجير بغداد وباقي المحافظات في ظل هذه الأزمات اللي احنا نعيش بيها من ضمنها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. الدولة العراقية هي مو بس مسؤولة تجاه التشجير بل تجاه دعمنا احنا كشباب، عندنا مسؤولية مجتمعية ودنحاول ننشر الوعي تجاه التشجير وعدم قطع الأشجار وعمل حملات للتشجير من خلال الشباب وكلها تطوعا. بالتالي نلاحظ بأنه الدولة العراقية المحترمة متمثلة بأمانة بغداد ودولة رئيس الوزراء وباقي الجهات الحكومية اللي هي مسؤولة على هذه المشاريع الجديدة اللي من ضمنها يكبرون الشوارع ويجون بكل دم بارد أشجار عمرها من 30 إلى 50 سنة وأكثر اللي تأثر على انخفاض درجات الحرارة يقطعوها بكل سهولة ويقتلوها حتى عود إن شاء الله بالمستقبل القريب يعوضون بأشجار أخرى صغيرة اللي راح يطول لها من عشرات السنين حتى تكبر. ونطالب الحكومة العراقية المحترمة وكل دوائرها الدولة مو بس ما تقطع الأشجار وتحاول أن تقلعها بجذورها وتنقلها لأماكن أخرى بل تدعم التشجير، تصن قانون ضد قطع الأشجار، وإحنا نخاف على نفسنا وعلى بلدنا وعلى مستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا اللي أصبحت معظم محافظات العراق الوسط والجنوب شبه صحراوية بسبب عدم وجود الأشجار وارتفاع درجات الحرارة اللي واحدة من أسبابها طبعا التغيرات المناخية وإحنا بحاجة إلى الأشجار. نحول هذه المدن الشبه صحراوية إلى مدن خضراء، مو تجون تقطعون الأشجار هيك يا دولة. الدولة هي اللي إحنا نقتدي بيها، مو تجي هي تقطع الأشجار وإحنا نجي ناشد لا تقطعون الأشجار. مشاهدينا سنكمل بعد قليل هذا الموضوع، لكن نستمع الآن إلى رأي السيد أبو محمد من الموصل، هو أيضا أحد السجناء. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو محمد من الموصل، مسجون من التسفيرات كركوك. تسفيرات كركوك؟ أي نعم. نعم. أي أنا أحد من المسجون من التسفيرات كركوك. نعم. اي والله مثل حالات السجون يعني هي صعبة حاليا. اكو شتري مثلا غاليات الحانوت والضباط مو زينين. نعم. اي نعم. ابو يعني محمد، ابو محمد احنا سمعنا قبل شوية لحديث السيد ابو قصي من كركوك، ايضا هو احد المعتقلين، اتكلم عن التعذيب اللي تعرض له حتى يعترف على تهم هو ما له علاقة بها. هذا الشيء مر عليكم؟ صار وياكم؟ اي نعم اكيد اكو، اكيد اكو هواية ضباط وهواية المراكز والتعذيبات، ماكو دعاوي عليك بالقوة يطلع دعاوي عليك. نعم. يعني تعذيبات وزيان صفر. نعم. وبالنسبة للطعام، بالنسبة للطعام يا ابو محمد، احنا عرضنا، ما اعرف حضرتك اذا شفت او لا، ما اعرف اذا عندكم تلفزيون داخل السجن الان داخل الزنزانة. عرضنا المقاطع اللي تتعلق بالطعام، يعني كيس قليل لأربعين نفر، هذا الشيء أيضا موجود عندكم بسجن التسفيرات؟ نفس الشيء أخي، نفس الطعام 40 نفر يجي لك مع 5 نفر. نعم. من يأكل من يباوع. نعم. ويعني هواية أكو عالم اللي يريد منا يحكي وياك يعني شو يقولوا لك يعني دا تدعم نطيك ويحكي ويا أصدقائي.
حتى يجبروكم، حتى يجبروكم تروحون تشترون من عندهم الاكل. ابو محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ انا احد السجناء داخل السجن التسفيرات. نعم، تفضل. انا ابو سجاد. اهلا يا ابو سجاد، تفضل ابو سجاد اسمعك. على راسي استاذ. يعني شو احكي لك؟ على مود الطعام، الطعام يعني شو اقول لك؟ يجيب لنا اياه باكياس يعني نعم. مال زباله. شلون الكيس مال الحاويه؟ الابتزاز اللي يبتزون عوائلنا وحد، الابتزاز اللي يبتزون اطفالنا وحد، نعم. الابتزاز اللي يبتزون السجناء وحد. تريد مكان زين تروح تنام بيه ها، ومو ازدحام داخل القاعه، 10 15 ورقه يريدون من عندك شهريه. الاتصال تريد تخابر هسه، اتصال تخابر بعلم الدائرة بعلم الضابط ها، يعني الاتصال 10 دقائق ب50,000 تخابر. الله أكبر. نعم. زين 10 دقائق تخابرها بعلم الدائرة ها ب50,000، لو يبيع لك موبايل بمليون، بمليون ونص. نعم. يعني الوضع الصحي، الوضع الصحي للمعتقلين يا ابو سجاد شلون؟ شنو الوضع الصحي؟ الله شاهد، الطبابه ما بيها غير بنادول وحب التهابات. اذا يصير بيك اي مرض، اي مرض، اي نعم. مرض يصير بيك ما بيها غير بنادول وحب التهابات، وما يطلعك يعني كل 10 15 يوم مره واحده يطلعك للطبابه. نعم. زين عندنا ضباط. والحالات، الحالات الطارئه، الحالات الطارئه يعفوها، يعفوها يموت بمكانه. والله 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 قسما بالله العظيم، ابن دعوتي قبل 4 أشهر توفى بالتدفيرات، ومواليد 88، بعد شاب. لا اله الا الله. زين. نعم. والله العظيم يعني يجيك 12 بالليل، ساعة واحدة بالليل، ساعة واحدة بالليل يجيك والله تفليش قاعات، والله يعني على المزاج يمشي ويا السجين على المزاج، على المزاج يجيك، لو يعني يطبب لك اتحادية، لو يصلخونك. والله العظيم أني من الناس، أني من الناس بالتسفيرات انكتلت، وعندي دعوة قضائية على جهة يعني اتحادية. نعم. يعني كتلونا وأذونا وصلخونا داخل التسفيرات، داخل التسفيرات صلخونا، ربي ما خلقتني هيك بس لين عجبهم، عجبهم يعني يعذبوكم، يتلذذون بهذا التعذيب. طبعا القاعة يقول لك يلا اطلع، اطلع انت وغرابك اطلع برا، يأذيك، يضربك، يكتلك، يتعبك، ورا ساعتين 3 ساعات يقول لك يلا طب للقاعة. نعم. يعني واكو ضباط يعني بالاسماء، اقدر اعطيك، اعطيك اسماء يعني ضباط اسماء. نعم نعم. ابو سجاد، ابو سجاد، ابو سجاد الله يكون بعونكم طبعا، ويعني ان شاء الله، ان شاء الله هذا الصوت وهاي المناشدات وهاي الاستغاثه تصل الى من يسمع. يعني القضيه معلومه حقيقه، لكن ايضا اصواتكم تؤكد حقيقة الإجرام وحجم الإجرام الموجود داخل المعتقلات والسجون. أنا أشكرك أنت وأبو محمد من الموصل، والله يكون بعونكم وعون كل الأبرياء الموجودين داخل السجون والمعتقلات في العراق. نسمع أبو محمد من البصرة أيضا كما قلنا قبل قليل، هو أحد المعتقلين. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناتك العزيز. حياك الله يا أبو محمد حبيبي، جاي أخابرك مثل أنت من التاجي. أي نعم. نعم، تفضل يا أبو محمد. وفوق ما تتصور يعني، ما أقدر أشرح لك المشاكل يعني، إذا أشرح لك المشاكل بعد جزء من النهار صبح ما أكمل. بس سؤال سؤال سؤال، سمعت قبل شوية أبو محمد وأبو سجاد، سمعت أبو محمد وأبو سجاد من التسفيرات قبل لحظات قبلك. نعم نعم. الكلام اللي قالوه ينطبق عليكم بسجن التاجي لو الوضع يمكم أسوأ؟ لا 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 لا، أسوأ بعد، أسوأ، أسوأ عشرات المرات. لأنه إحنا عندنا حالات مثلا القاعة اللي تتكون من 20 و25 شخص، إحنا فيها 50 شخص. أولا، ثانيا عندنا المي ما يعني، المي يجينا فترات باليوم مرة، أما مرة أو مرتين، يجونا نص ساعة 3/4 ساعة ويروح. نعم.
عندنا تجي للطعام من اردع النوعيات الطعام، يعني ما حشل نعمه يعني الحيوان ما ياكله. نعم. يعني احنا جايين نسمع انه تكلفه السجين تقريبا 11000 او 12000 وحرام 3000 ما يجينا من هالمبلغ. نعم. يعني اكل رديء، طبخ من مين وكيل؟ واللي لازم ملف الاطعام هيئه الطعام. الحج والعمره، تخيل هيئه الحج والعمره هاي الجهه الدينيه المفروض هاي بارك الله فيهم اذا هذا الطعام مالي. احنا بالنسبه للقاعات نعم تدفع فلوس من ملايين وتسع ملايين ودونك قاعده ما تدفع فلوس، تبقى قاعه بها صراطر بها ارضه بها دود وسخه ما بها مي. واللي يريد قاعة أحسن لازم يدفع. نعم، أسأل الموبايل جاء خرف من عنده، إحنا مشترينا مليونين دينار. مليونين. مشترينا من الدائرة، نفس الدائرة هم يبيعون لنا مليونين دينار، وبأي وقت هو عنده استعداد يجي يطب ياخذه، يفتش وياخذه ويرجع يبيع لنا مرة ثانية. نعم. عندنا ناس متنفذين هنا بالبستشن، ناس متنفذين بحيث يعني لا المدير يقدر يحاسبهم ولا مدير عام يقدر يحاسبهم. بس لحظة، متنفذين ضباط لو معتقلين متنفذين؟ ناس متنفذين، مثل عندنا شخص انا مشتاق يقول انا تابع الجهة ما ادري حزبية او هذا حتى عنده استعداد حتى يموت، ياخذ شخص يعني ياخذه للمحاجر هناك يكتله حتى لا يموت يسوي شهادة وفاة يموت يجي استعداد. عنده استعداد كل شيء يسوي، يبيع قاعات، ينقل من مكان لمكان بكيفه، يجيب صبيان حلوين يوديهم من مكان لمكان، يعني فضائح يعني. لا هذا شنو رتبته؟ شنو وظيفته؟ هو وظيفته مدير شؤون، اعتقد مدير شؤون. هو هذا انسان متنفذ ما حد يقدر يحكي وياه. ما تعرف من اللي داعمي؟ ما تعرف من اللي داعمي؟ احنا بقاعة هي 20 قاعة كيزبان يسمونه كيزبان اللي هو حديد. نعم. هذا احنا 20 قاعة. نعم. 20 واحد احنا مبردات لو تشتغل ما تشتغل، قسم بين يشتغل وقسم بين بيشتغل، وانت تصور يعني. نعم. تصور انت هذا الحديد اللي بيه 20 قاعة، كل قاعة فيها 50 واحد يعني تقريبا 1000 وشوية. الحانوت عند الحانوت تجينا القاعة ما بيها أسعار. يا ليش ما بيها أسعار؟ يقول هاي نوابر من نقدر نخلي بيها أسعار، لأن إذا يخلون بيها أسعار أي زائر يجي أو لجنة تجي راح تحاسبهم على أسعار، أسعار مو طبيعية. يعني أسعار ما موجودة حتى في الدنيا كلها. يعني طبق تزيارة ب 10,000، كيلو مال تمن ب 3,000. يعني دجاجه ب 10,000 يجيبونها حتى خايسه حتى بيريحه، بطل زيت 5,000. يعني فد اسعار ما اقول لك عنها، وهي ناس هنا عندنا حتى اكو ناس حتى مواجهه معهم، اكو ناس اذا يجونا مواجهه بالقوه مدبرين ل 50,000. ابو محمد صدقني يا ابو محمد والله اريد اعوف لك التليفون تحكي انت واللي وياك ايش قد ما تريد، بس يعني انا جدا اعتذر انه الوقت ضيق للغايه. أتمنى هذا الصوت وهاي المناشدة وهاي الاستغاثة وهذه الشكوى تصل إلى من يسمع مشاهدينا الكرام. يعني بس موضوع المعتقلين، شوفوا انفتح لمدة دقيقة واحدة أو بضع دقائق في الحلقة، شوفوا ايش قد معتقلين تسارعوا حتى بس يخابر حتى يوصل شكوته من حجم الظلم اللي دي يتعرض له داخل المعتقل وداخل الزنزانة وداخل السجن. الله يكون بعونكم. خلونا نرجع مشاهدينا نكمل ما لدينا. طبعا احنا توقفنا آخر شيء عند قضية قطع الأشجار والقضاء على المساحات الخضراء في العراق. طبعا سلطت دعوة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لوقف تجريف البساتين، سلطت الضوء على قضية خطيرة حقيقة في العراق تتعلق بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يتحدث عن هذه القضية ثم نعود. شوفوها يا جزء من الأراضي اللي تتجرف بهذا الاتجاه، طبعا كله يتحمل قام مقام كربلاء. وسؤالي مره ثانيه يطرح على السيد المحافظ وللنزاهه وللقضاء العراقي ولا محكمه استئناف كربلاء، لماذا لا يثار هذا الموضوع ويقدم للعداله؟ قام مقام كربلاء لماذا لا يجري معه تحقيق عن كيفيه القيام بهذا التفتيت؟ راح نستمر وياكم. الحجم يشتغل صح يا الله، الحج مشتغل صح
أنا دا أمشي الساعة على نخيل تم إعدامهم، جرف ورتب وضعه بهاي الطريقة. إحنا نحكي حقيقة، الدوائر كلها نخر جسدها الفساد بالعراق. وهاي رسالة لوزير الزراعة والسيد رئيس الوزراء، وكان يزور ولجنة مكافحة الفساد، أتمنى يزورون هذا الموضوع ويطلعون عليه. مرة ثانية نرجع بجانب آخر بمنطقة أخرى لآلاف الدوانم اللي موجودة ولآلاف النخيل اللي تم قطعها وقتلها على حساب التجريف وتحت غطاء قانوني. مرت اللخاس القيم مقام، شلون جرفوا استاذ دكتورنا العزيز دكتور حسين؟ شلون قدروا يجرفون؟ السيد رئيس الحكومه المحليه في محافظه كربلاء، سيد محافظه كربلاء، تعلم ام لا تعلم؟ مدير زراعه كربلاء، مدير الري، الجهات الرقابيه النزاهه. واملي فقط في النزاهه والقضاء العراقي العادل. تم تجريفها ويجب فتح ملفات تحقيق وإدانة كل من تورط بهذا التجريف. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي يقول: نعم هناك تلاعب من قبل أصحاب القرار المتنفذين على المسؤولين في المحافظة بتجريف البساتين بعد قطع الماء عنها وتحويله إلى آلاف الدونمات البيضاء الخاصة لهم، ومن ثم شرائها من ذويها بالابتزاز عن طريق الشريك الإقطاعي وتصفيتها برشوة الطابو، ومن ثم بيعها بأغلى الأسعار على ناس مجهولين. حمزة يقول: أجمل بساتين كربلاء هي التي تقع في منطقة البوبيات، البوبيات أعتقد قلتها صح، البوبيات، وقد تم تجريفها بالكامل. حيدر يقول: وين النزاهة؟ نايمين قاعدين ما يشوفون حجم الفساد واستغلال الأراضي الزراعية. وكرار يقول: مع كل الأسف كربلاء راح تصير صحراء بسبب الفاسدين، والمشكلة الحكومة ساكتة، يعني قابلين على هذا الفعل. خلونا ننتقل وياكم الآن مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة إلى فقرة أنت ترى. دعونا ننتقل إلى فقرة أنت ترى، هي خدمة تقدمها قناة الرافدين مشاهدينا لحضراتكم من خلال أرقام مخصصة لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر بشكل مستمر في الفواصل لدينا. هنا طبعا مشاهدينا مشكلة لدينا، دعونا نستمع إلى ظروفها تفاصيلها ثم نعود. يعني العالم قامت تباكي، عالم عايش على الحوار، هو ما يبزل، يعني أنت أصلا هو غير صالح للزراعة، أنت يعني ما يبزل أنا أستخدم يا أخي، أنت شكلها حقنا على عيشتي. عم هاي عليها ايتام، وابو المعمل عايش عليها، وابو اليتيم عايش عليها، اكو مناطق عليها هو ما يدفنه، وعايش عليها ابو المعمل. فاحنا شو نريد؟ نريد نوصل رسالتنا. شو نقول؟ نقول احنا مستمرين هنا، احنا مستمرين هنا بهذا المكان. ما تطب القوات الامنيه على جثثنا، يدوسون علينا ويطبون. هذول اهل البحيرات كلهم اطلبهم، اقل واحد اطلب 20 مليون، اقل واحد. يعني اذا شالوا بحيراتهم ودفنت بحيراتهم، منين راح ينطوني؟ منين ينطوني؟ انا ابو معمل احكي وياك، التاجر منين انطيه؟ كله صكوك علينا، يعني دمرونا. ما فيك، احنا ما ماخذين مي المحاويل، هذا يمشي عليه جدول المحاويل كله يمشي عليه، حوض واحد ماكو عليه. ومدفون الانهر صار لها اكثر من 4 أشهر مدفونه. والله ما يصير هيك، والله ما يصير. هسه هذا السمك كله راح للبزول، ليش هيك؟ شنو ذنبنا؟ شو مسوين؟ والله ما مسوين شيء. هسه حالنا حال البقيه، مثل ما يريد ذاك حصه، احنا نريد حصه. هسه احنا هاي الحصه مالتنا ام حال المهوب لكم، ما نريدها، بس نريد يعوضونا على هذا المي البنزين، يعطونا مهله نقضي هذه الموجود عندنا. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن المؤبد ضد الرائد عمر نزار على خلفية مجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار في تشرين الثاني من عام 2019،
ووفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969. بدورهم عد ناشطون حكم القضاء بالسجن المؤبد دليلاً على إفلات الجناة من العقاب رغم ثبوت ارتكابهم للجرائم، حيث قارنوا بين تهمة 4 إرهاب التي يتم استخدامها سياسياً وبدوافع طائفية، فيما يتم تعامل القضاء أو يتعامل القضاء المسيس مع المقربين من الأحزاب بازدواجية. طبعا طالب مغردون بضرورة محاسبة زعماء الميليشيات الذين أصدروا الأوامر المباشرة بارتكاب الجرائم، مؤكدين أن المجرم عمر نزار مجرد أداة صغيرة من أدوات الميليشيات. هناك وسم تداوله العراقيون في موقع تويتر وهو عمر نزار. طبعا مشاهدين الكرام، المادة القانونية التي ذكرها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوها بشكل كبير، هذه المادة تنص على الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت لكل من ثبت ارتكابه جريمة قتل بالعمد مع سبق الإصرار والترصد، فلماذا تتحول إلى مؤبد؟ هذه هي القضية. أحمد الخضر يقول: عمر نزار مجرد أداة صغيرة، وقاتل هشام الهاشم المجرم أحمد الكناني أيضا مجرد أداة صغيرة، وبالمنطق والعقل ماذا يستفيد عمر نزار أو أحمد الكناني من قتل متظاهرين وناشطين؟ التفسير المنطقي يقول: هم أداة لزعماء سياسيين، لو استمرت تشرين لسحلت جثثهم بالشوارع. دكتور جاسم الشمري يقول: سؤال قانوني للسادة القضاة في العراق، ما حكم القتل في العراق؟ هل هو الإعدام أم السجن المؤبد؟ وبموجب أي مادة قانونية حكم على المدان عمر نزار بالسجن المؤبد؟ سعد يقول: دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها. أوامر قتل ثوار تشرين الأحرار أتت من الجارة إيران، وبفتوى من خامنئي ومن أعطى الأوامر وخطط من داخل العراق هم كلهم من أبو فدك وأبو آلاء الولائي ونور المالكي وهادي العامري إلى آخره، ومن نفذ الأمر هم أمثال هذا المجرم عمر نزار وقاتل هشام الهاشمي وريهام يعقوب إلى آخره. عليكم معاقبة الرؤوس الكبار من المجرمين والخونة. تغريدة من نورة تقول: جميلة تلك الترتيبات التي جعلت عمر نزار وحده شال الليلة، وجميل الشمري حر طليق منشغل بالحوارات التلفزيونية. سؤال: أشو قتلت ثوار تشرين في ساحة التحرير صنطة؟ بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.